نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. قال ديفيد شينكر الزميل في معهد واشنطن للدراسات الشرق الأدنى والمساعد السابق لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، قال بمقال نشرته مجلة فورم بوليسي إن عدم اكتراث الرئيس جو بايدن منح إيران اليد العليا في العراق، وأشار في المقال إلى ما كتبه بايدن بواشنطن بوست قبل 6 أسابيع، وقال فيه أن الشرق الأوسط يبدو أكثر استقرارا وأمنا وأكثر مما كان عليه في عهد سلفه دونالد ترامب. ومن بين الأمثلة التي ساقها بايدن أن العراق قد اختفت فيه الهجمات الصاروخية ضد القوات والدبلوماسيين الأمريكيين، والرئيس وإن كان محقا في قوله وإن قلت عدد الهجمات إلا أن هذا المقياس وحده ليس كافيا لدعم زعم الاستقرار في البلد، وبكل المقاييس فالعراق اليوم أقل استقرارا مما كان عليه في كانون 2 يناير 2021 عندما تسلم بايدن السلطة وباتت المصالح الأمريكية تحت التهديد في هذا البلد. بات حلفاء إيران اليوم في مقعد القيادة ولديهم اليد العليا، وأصبحت الديمقراطية الهشة في البلد مهددة أكثر من أي وقت مضى، وبات العنف بين الجماعات الشيعية أمرا محتملا، وهو شيء لم يحدث قبل عقد. الصدر ليس هو الدواء الشافي لأدواء العراق، ونحن لا نعرف بالتأكيد ما كان سيفعله الصدر لو وصل إلى السلطة، وإن كان سينشئ نظاما دينيا على طريقة الجمهورية الإسلامية في إيران ويكون هو المرشد الأعلى لهذا النظام. ولم يكن غياب التعامل الأمريكي مع الوضع في العراق بمرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية مجرد تجاهل، بل كان عملا مقصودا. وكما قال مسؤول بارز في إدارة بايدن بكانون الأول ديسمبر، فالهدف هو ترك الأمور للعراقيين وحل الأمور فيما بينهم. ورغم عدم تدخل الولايات المتحدة الأمريكية بنتائج الانتخابات وتركيزها على دعم المؤسسات، إلا أن حالة العراق ليست عادية، فالديمقراطية الناشئة تئن من وطأة تدخل الجماعات الموالية لإيران وأكثر من 100,000 من أعضاء الميليشيات، وربما أضعفت الانتخابات من سيطرة إيران على العراق، إلا أن عدم مشاركة أمريكا بمرحلة تشكيل الحكومة خلق فراغا ملأته إيران بسرور. يقول الكاتب أحمد فاضل المعموري إن التجربة السياسية في العراق يجب أن تخضع للتقييم المستمر في ظل النظام التحاصصي، لأن فشل سياسة 20 سنة من التجربة الفاسدة لهذه العملية، وهي تمر بمنعطفات خطيرة من عمر الدولة وعمر الشعب، تعتبر كافية لإسقاط هذه التجربة التي بنيت على أساس التحاصص والتوافق غير المشروع من قبل الأمريكان. وفي كل تجارب الشعوب الحرة التي مرت بها الدول الوطنية لم تبنى مثل هذه التجربة السياسية التي مزقت الشعب من الوحدة إلى التفكك الشعبي، وحولته إلى مرجل متوهج من الأزمات المستعصية غير القابلة للإصلاح. ومرحلة إعادة الأمل هي مرحلة يجب أن تعيد الأسس التي بنيت عليها تجربة التحول الديمقراطي وفق مصالح الشعب والدولة المدنية التي تتبنى منهاج الدولة المدنية وفق بناء مؤسسات الدولة التي تخضع لحكم الدستور وتخضع للفصل بين السلطات، وإعادة تقييم السلطة القضائية وفق إدخال التحسينات التي تضمن استقلالية القضاء وفق الدستور والقانون. ونحن نعتقد أيضا أن العراق يجب أن يمر بمرحلة انتقالية. المرحلة الانتقالية مرحلة علاجية لابد منها، يجب ألا تتعدى السنتين لبناء عملية سياسية فاعلة يشترك فيها الجميع، تبدأ من الأكاديميين وأصحاب التخصص في المجتمع العراقي، من الذين لم يشاركوا في العملية السياسية تحت غطاء التوافق أو عليهم شبهات فساد مالي أو إداري، ينتخبون ضمن مؤتمر عام الرئيس ونائب الرئيس لقيادة هذه المرحلة الانتقالية على ألا يشاركوا في المرحلة القادمة.
التحفظ على كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة من السياسيين والتنفيذيين وزراء ووكلاء وزراء ومدراء عامين لحد الدرجة الرابعة ورجال الأعمال والتجار وأصحاب المصالح من الذين ظهروا بعد 2003 لأنهم جزء من مرحلة الفساد والممولين للعمليات المشبوهة من شراء الذمم وشراء المناصب على حساب مستقبل الشعب العراقي وإعادة بناء الجيش العراقي وفق عقيدة جديدة لحفظ الدولة والشعب على أن يتم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية وفق الروح الوطنية. ومن صحيفة البصائر العراقية نقرأ مقالا للكاتب أياد العناز يقول فيه: تستمد القوى الفاعلة في المجتمعات قدرتها وإمكانيتها في إحداث التغيير والإصلاح المنشود والتقدم بمسارات كبيرة وبمساحات واسعة على عمق الانتماء الحقيقي والإرادة الصلبة والأهداف المنشودة التي تحتضنها الطاقات الشبابية، وتشكل العامل الأساسي في رقي وتقدم المجتمع والنهوض به ليكون في مصاف الدول المتقدمة، ويواكب مسيرة الازدهار والتقدم والتطلع نحو المستقبل بإرادات فعالة وتؤسس النظرة الحقيقية في كيفية التعامل الإيجابي في دعم وإسناد الروح الكفاحية التي يتمتع بها الشباب الواعي الناهض الذي يعرف حقيقة دوره ومسار حياته في تعزيز البنية التحتية للبلاد وتحديد المسارات المشعة والطرق المضيئة في مجتمعه وتعزيز الجوانب الفكرية والعلمية والثقافية في كافة مناحي الحياة وضمان حرية الفكر وصون عملية الإبداع والتطوير الذاتي للقدرات الشبابية. كان العراق ولا يزال موطن الحضارات الإنسانية والعطاء الزاخر بالإمكانيات والطاقات الشبابية والاقتصادية والموارد المالية، حيث الثروات الطبيعية التي حبى الله تعالى بها البلاد من معادن ثمينة من النفط والغاز والكبريت ونهرين خالدين دجلة والفرات، ومساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والأيدي العاملة المنتجة والعقول العلمية ذات الكفاءة الميدانية الكبيرة. ثم أتت السنوات العجاف التي تلت الاحتلال الأمريكي للعراق في 9 نيسان عام 2003 والنتائج التي آلت إليها الأوضاع في البلاد من تخلف وضياع وهدم وتخريب عبر العديد من الوسائل والبرامج والخطط العدوانية التي استخدمت من قبل أدوات وتشكيلات المحتل الأمريكي في نهب وسرقة ثروات أبناء الشعب العراقي ومحاربة العقول العلمية والطاقات الشبابية عبر سلسلة من عمليات الاغتيال والمتابعة الأمنية والاغتيالات والانتهاكات الإنسانية واستخدام أساليب القمع والاضطهاد وبمساندة الفصائل والميليشيات المسلحة التابعة للنظام الإيراني. قبل بضعة أيام صرحت المرشحة الأولى لقيادة حزب المحافظين البريطانية ليز تراس بأنها مستعدة لشن حرب نووية إذا أصبحت رئيسة للوزراء، لكن تراس ليست الوحيدة من بين القادة السياسيين في الدول الإمبريالية الغربية التي هددت في الأشهر القليلة الماضية أعداء الغرب بالإبادة النووية في حال تم تهديد هيمنتهم وأرباحهم الإمبريالية من قبل من يجرؤ على مقاومة استغلال الغرب وسيطرته على الكرة الأرضية. وقد أعلن بوتين في بيانه أن من يحاول عرقلتنا ولا سيما من يخلق التهديدات لبلدنا ولشعبنا أن يعلم أن رد روسيا سيكون فوريا وسيقودكم إلى عواقب لم تواجهوها من قبل في تاريخكم. وفي رده على بوتين هدد وزير الخارجية الفرنسي الرئيس الروسي الذي لم يذكر الأسلحة النووية مطلقا في بيانه بالإعلان أن حلف شمال الأطلسي أو الناتو هو تحالف نووي. أما الدولة الوحيدة على وجه كوكب الأرض التي استخدمت القنابل النووية ضد المدنيين فليست سوى الولايات المتحدة الأمريكية التي أسقطتها على هيروشيما وناغازاكي في عملية إبادة جماعية تواصل الولايات المتحدة الدفاع عنها حتى يومنا هذا. فبينما دبت جريمة هيروشيما وناغازاكي الرعب المطلق من الأسلحة النووية في نفوس معظم شعوب وحكومات العالم، إلا أنها أثارت شهية الأمريكيين لاستخدامها من جديد. وتظهر الوثائق التي تم الكشف عنها مؤخرا أن الولايات المتحدة الأمريكية نظرت بجدية وخططت لاستخدام الأسلحة النووية ضد الصين في عام 1958 أثناء ما سمي بأزمة مضيق تايوان،
مع ذلك وعلى الرغم من استخدام الولايات المتحدة للأسلحة النووية لقتل مدنيين والتهديدات الغربية المستمرة بالقضاء على البشرية جمعاء إذا تعرضت أرباح الغرب ومصالحه الأمنية للتهديد. والآن مشاهدينا إلى فقرة الكاريكاتير. أعلنت ما تسمى سلطة الآثار الإسرائيلية اكتشاف عقار ريفي فاخر يعود للفترة الإسلامية المبكرة بمنطقة النقب في الداخل الفلسطيني. وقالت لقد تم الكشف عن عقار ريفي فاخر عمره 1200 عام، وهو الأول من نوعه في النقب. وأضافت كانت مفاجأة تنتظر علماء الآثار في فناء المبنى، مجمع مقبب فيريد من نوعه يعلو صهريج مياه محفور في الصخور يبلغ عمقه 3 أمتار. وسبق لسلطة الآثار الإسرائيلية أن أعلنت اكتشاف مسجدين في ذات المنطقة، الأول في 2019 والثاني في حزيران يونيو الماضي. وقالت سلطة الآثار في بيانها يعود تاريخ المبنى إلى الفترة الإسلامية المبكرة، القرنان 8 و9 الميلادي، وقد تم تشييده حول فناء مركزي ويتألف من 4 أجنحة مع غرف لتلبية احتياجات السكان. يمارس مجموعة من الشبان الفلسطينيين رياضة الباركور عبر القفز على أنقاض المنازل التي دمرتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية خلال التصعيد الأخير على قطاع غزة. وتقول وزارة الأشغال الفلسطينية في غزة أن التصعيد الإسرائيلي الأخير تسبب بهدم 25 وحدة سكنية بشكل كامل، وتضررت 80 وحدة بشكل بليغ لتصبح غير قابلة للسكن. وبحسب ناجي معمر الكابتن في فريق يطلق عليه اسم سبايدر غزة باركور، فإنهم يسعون من خلال ممارسة اللعبة فوق الأنقاض إلى الكشف عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل للعالم. وأضاف لوكالة الأناضول: نحن أيضا نرسل رسائل للعالم حول ما يحدث في قطاع غزة من تدمير وقصف وقتل وإصابة للمدنيين. وقد ألقى الحصار الإسرائيلي المستمر لأكثر من 15 عاما على قطاع غزة ألقى بظلاله السلبية على الكثير من الرياضات في القطاع، حيث تسبب بغياب الأندية والإمكانيات والمعدات اللازمة لهذه الأندية. الآن إلى فيديو اليوم الذي اخترناه من مواقع الصحف. رسالة للأجيال من أجل أن لا تنسى فلسطين، لأن الصهاينة كانوا يتوقعون بأن الكبار الذين شردوا من فلسطين يموتوا والصغار ينسون. الكبار يموتون والأصغار والصغار يتمسكون بأرضهم.
بالنسبة إلي هو باب أمل بالعودة، باب أمل بالعودة وإنهاء الاحتلال وإزالة الاحتلال من فوق فلسطين. انتهت حلقة اليوم من صدى الأقلام، نشكر لكم طيب المتابعة ونلقاكم على خير.